ما تجيب ناهية الكلام يا معلم، أكيد مش جايبني تضيفني وتهرف المهر ولا إيه؟ أبو المفهومية يا صلاح، أنت طبعا عارف اللي عمله صاحبك معايا. صحيح ما سمعتش رأيك، بس كنت قاري في وشك إنك مش راضي، صح؟ تعالى في العدل يا معلم، وسيبك من وشي وكتفي والكلام ده. عايز اللي منعه عني سيد، الزيادة اللي كل التجار خدوها وفوضى الأسمر بقى خلاص المغضوب عليه. وعقلك بقى رساك إن أنا اللي هسلكها لك، مش كده؟ ده حقي، أنا ما بجورش على حد. وبعدين المصلحة واحدة، وأنا معاك في اللي أنت شايفه، رسيني ورسيك. وماله؟ هتدفع إيه بقى ولا تديني نسبة ولا عمولة؟ زي ما أنت شايف. قولي بس بتفكر في إيه؟ بفكر إن لولا في مطرحك كنت حطيت عليك وخليت وشك الجميل ده زي الخرقة اللي مش الفاضي. الله ما تظبط يالا وتعقل كلامك، أنت هبت منك ولا إيه؟ لسه ما هبتش، وده من بختك. مش صلاح سلطان اللي تجيبه تلاغيه بقرشين عشان يبيع شقيقه. شقيقه؟ بأمارة إيه يا أخوي؟ كان مشاركك في ملكه ومرسيك على اللي فيها؟ تحيا الله صاحبه، يوم ما يغضب عليك هيطوحك بطول دراعه. يطوحني، مالكش فيه، شقايق ونحلها سوا. يا تفكر لروحك. المقابلة ما حصلتش يا فودة، واوعى تبعت لي تاني عشان ما تزعلش مني وتتخنق من سيرتي. سلام. نبي على قلبك لا تهدي روحك يا سيد. موضوع رحب سهل يا اخويا وهين، وهيتحل بعون الله. كل حاجة وليها آخر يا أخوي. على قولك يا نصر، كل حاجة وليها آخر، حتى الحنية والمعزة اللي الواحد شيلهم للي منه ليهم آخر. قصدك إيه يا أخوي؟ هتقسى على أخواتك ولا إيه؟ أنت شايف اللي أخواتك بيعملوه ده يستاهلوا عليه إيه؟ أخواتك حصل لهم إيه؟ زي ما يكونوا قاصدين يدوسوا عليا ويهلكوا قلبي. ده لو ولاد حرام مش هيعملوا كده. إيه يا لهوي، ما تقولش على أخواتك كده يا زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي دخله بينا. بس يا رب دخله إن كل واحد ماشي بمزاجه، كل واحد ماشي في الدنيا بطوله عمال يطيح فيها، ما يعرفوش إنهم عايشين وسط حيطان جدل، واللي هيتلط منهم هيلط الكل وراه. طب اهدى بس، اهدى. أخواتك طيبين وولاد حلال والله. طب أنا لولا لعيبة كنت أقول لك إني بحمد ربنا وبشكره في كل صلاة على إن أخواتك ما تربوش بفلوس أبوك الحرام، وإنهم كانوا لسه خضر لما يا أخويا أنت حليت محله أكلتهم بفلوسك الحلال. إزاي بقى تقول عليهم كده؟ نهايته يا نصر. مسكي عربية جديدة وحياتك لسه زيرو. دي للبت آية كانت عايزة. ليكوا كلكم تخلصي شغلك ومشاويرك بدل التاكسيات والمرمطة، وبعد ما تخلصي اللي يحتاجها منهم ياخدها. وليه التكلفة دي يا أخويا بس؟ جبت فلوسها يا أخويا منين؟ مش تكلفة ولا حاجة، أصل أنا مسكت النايت كله وبيدخل لي فلوس كويسة كل شهر. بجد يا أخويا؟ أه بجد. بعدين دي بالقسط مش حاجة يعني. روح إلهي يسعدك ويرزقك قدر كريم يا سيد يا ابن حواء وآدم. خد يا رحب تعالي، على مهلك عليها يا أخو رحب غلبان. تعالي يا بنتي، خشي خشي اقعدي لك مع أخوك. يلا أنا عارفة إن أنا أي حاجة هقولها مش هتصلح ولا هتغير اللي حصل، بس هعمل إيه؟ كان نفسي أعمل حاجة كويسة لنفسي ولدنيتي، ما جاش في بالي إن كل ده هيجرى. أمال جه في بالك إيه؟ كنت فاكر إن أنت هتعملي مصيبة وهتعدي عادي كده. مش جيت اتكلمت معاكي؟ قلت لك مالك يا رحاب؟ قلت لي مفيش يا سيد عندي صداع، وقعدت تلف وتدوري عليا. حصل إيه في الآخر؟ هيطبط فوق دماغك. نعم يا سيد، ما كنت أقصد. دي مصيبة أكبر، جابوك تحت رجليهم وقعوك يا رحاب. طب ليه؟ قلت لك الدنيا دي عايز اللي يتعامل معاها بغباوة، وأنت مش هتعرفي تعملي كده يا رحاب. ما عوزتش منها اللي حقي، كان نفسي أشتغل في اللي بحبه وفاهماه. وطلعت فاهمة؟ أنت طلعت مش فاهمة حاجة خالص. الدنيا دي ليها حسابات غير اللي في دماغك. الدنيا دي عاملة زي الطاحونة، اللي بيجي تحتيها بيتفرق. وهنفرموكي معاها يا رحاب. نصيب يا سيد، اعمل ايه؟ عشان خاطري ما تزعلش مني، انا خلاص بجد ما بقتش مستحمله. انا مش زعلان منك يا رحاب، انا زعلان من نفسي. عارفه ليه؟ عشان سبت كل واحد فيكم يمشي على مزاجه لحد ما فرضتوا مني ومش عارف الموقف.
وعشان لمكم تاني لازم اقسى عليكم. انا طول عمري حايش غباوتي عنكم وعنك انت بالذات، عشان بحبك، عشان انت اطيب واحده فيهم. ورحمه ابوك وامك حقك عليا. هنتلم كلنا يا اخويا، هنتلم ونسمع كلامك، بس بلاش قسوتك دي. ده انا ماليش في الدنيا دي غير حميتك يا سيد. حقك عليا يا سيد. خلاص يا رحاب، يلا روحي دلوقتي. استهدي بالله إيمان، ما تخليش العفاريت تتنطط في راسي، أنا ما عنديش عزيز. ياما خفت أنا منك كده يا سيد المعلمين. طب وحياة ده، وإلا يبقى على ذكر بشنبات، ما أنا مجاورك في فرشة واحدة بعد اللي عملته يا سلطان. وأنا اللي عملته يا بنت الصرمة ولا الحكومة؟ وبعدين ما اخوك اللي جابه الناس. لو النبي، مش انت اللي بلغت عنه؟ مش وزيت عليه بوز الاخص نبيل عشان يحطه في حديد؟ واحنا لبسناها وانت، ما هو كله على يدك. اخوك ما سابش نفر في الجمهورية ما نصبش عليه، حتى انا نسيمه وكلني الحلاوة، وكان عايز يشيلني وساخته بداله. انا بعتب عليك ليه من اصله؟ ادم اللي زيك ما صانش العيش والملح، هيحوق في كلام ولا محايد؟ استني هنا في امارة. وقت العيل وراح على فين؟ لو حطلك مش سلطان اللي هيتاخد منه ضلال في غضبة نسوان. وانت فاكرني يا اخويا هأمنك على الواد بعد اللي عملته؟ ده انت خليت سمعت امه على كل لسان، وانا لسه بعفيتي. امال هتعمل ايه في الواد الغلبان اللي لا حول لي ولا قوه ورحمه ابويا ابدا؟ هي كلمه وملهاش كمال يا ايمان. حلقت طلاق بالثلاثه، لو خرجت من العتبه دي ما انت راجعه. وانا ما تهدش يا سلطان، ارمي يا اخويا حلفانك في عبك واعمل ما بدالك. انا مش مقطوعه، بيت امي مفتوح لي. طب اسمعي بقى بنت امك، انا كهن النسوان ده ما يخلش عليا، وقصه انا رايحه عند امي ومش هرجع لما يجي يراضيني، وما دام العيل في حضني يبقى هيجي على ملا وشه. لا ما تخصنيش الحكايه دي، وخدي بالك لو خرجتي لا هرجعك ولا هخليك تشوف ابنك تاني، ولو ودانك دي مش مصدقه اللي بتسمعه خلي عينيك تبص على ام صلاح. خليها من المعزه قدك 10 مرات، ولما هفني مزاجي شفت غيرها. وكانوا قبلك ياما، كبيرك معايا كوبايه شاي هنزل اشربها على قهوه واطلع الاقيكي مرميه في فرشتك زي الكواري مستنياني وطالبه السماح. وإلا قسما بالله العظيم لو أوريكي أيام عمرك ما شفتيها إيمان. يلا غوري. ما تجيب نهايتها يا معلم وتقول عايز إيه. حاكم أنا راسي مش متحملة وما عنديش حل المناه ده. شوف يا أست نصر، عالدغري كده أنا طالبك في الحلال ومستني منك الأمر عشان أفتح أخوك. قلت جرى ايه راجل منك لي؟ انتوا فاكريني ايه؟ رميه؟ كل واحد معدي يقول لما نطلع على رميه اللي عايشه لوحدها اللي فوق دي يمكن نميل دماغها ولا نشتري سعادتها بكلمتين. سعادتها ما تساويش عندي كلمتين، دي تساوي تقولها دهب. مهرك يا ست الستات وعهد الله حق قد تقل الدهب. بس يا جدع انت ما تتنيهاش، انا خلاص حليت روحي من موضوع الجواز ده خالص. ومن مفتشر كده لو حفظ واحد يبقى في حياتي على سنة اللي خلقك، مش هيبقى لا مؤاخذة تاجر مخدرات ولا سوابق. يا اخويا صح، هتقول لي حاشا لله ده كلام الناس وكده يعني. كلام الناس في محله. محسوبك تاجر مخدرات ومكبرات قوي كمان. لولا جلسة السجل كنت حطيتها لك في البطاقة والباسبور، بس انا ما كنتش فاهم ان دي حاجة تزعلك. مش ابوكي برضه ربنا يفك سجنه كان تاجر مخدرات، واخوك ربنا يخليهولك اشتغل مخدرات.
المخدرات برضه. فين العبارة بقى؟ انت بتقول ايه يا ناقص؟ اخوك لا، صون لسانك عن العيب. بس نصرة، انا بقول حق ربنا، ولو مش مصدقاني هو عندك اسأليه. شوف يا ست الستات، قلبيها في دماغك وانا راح للطلب والإشارة، بس وانتي بتقلبيها وزني حجم الراجل اللي طالب رضاكي. سلام يا بنت الوصول. انت يا انت هو انت بنك فين يا باشا؟ وربنا ما خدناه يا دي. انت هو، ارحموا نفسكوا. والله ما نعرف عنها اي حاجه يا باشا. تمام. الصبح هتروحوا معتقل الواد الجديد، وهناك هتقولوا احلى كلام. مغاوري امرنا يا باشا. انفراد لغايه الصبح، خدهم تحت امرك يا باشا. قدام انت هو، قدام ابوك والبلاوي. ومن امتى فوده لي كلام معاكي؟ كان بيقول لك ايه؟ ابدا يا اخوي. ابدا يا اخويا ايه؟ كان بيقول لك ايه يعني؟ هم كلمتين بر وعتب، بيحق نفسه على اللي عمله صبيه في عمر ابني. كتر خيره. كتر خيره؟ ومن امتى الخير بيجي من ورا فوده؟ بعدين مش حماده صبيه فارقه؟ ولا هو العشاء مواكله قوي عشان يدخل نفسه في اللي مالوش فيه؟ ما تهدى، على الاقل فاكر حبايبه اللي فارقوه، مش زي ناس ماشيين في سكة لوحدهم وناسين حبايبهم واللي في عبهم. كأن كده الكلمتين اللي قالهم لك مكبرها. الأصول أصول يا سيد، واللي بيمشي دغري وما بيكدبش بقى قليل قوي في الزمن ده. طب ما تجيلي أنت بقى في الدغري عشان سكة كلامك كده مش عاجباني. والله يا سيد ما في حاجة، بس هو قلب عليا المواجع، فكرني يوم عمر اتاخد. لا يبقى تنسي الكلمتين اللي قالهم لك دول، وانا عن نفسي احرمه يتهنيه. انسى؟ يا ريت اقدر، كانش قلبي اتوجع. بركه انك جيت بالسلام، هروح احضر لك لقمه تاكلها. طول عمري بفكر عن اللي غيرك يا سيد. ليه ما ببصش على اللي حواليا بطريقتك انت وافهمه؟ ليه مش ناشف على الدنيا زيك؟ وصلت ليه يا وصلت ان انا لازم اقبلني زي ما انا، وانت كمان لازم تقبلني زي ما انا. انت مش عشان ربيتني يا سيد هبقى عاجبك في كل حاجه. انت جايز تكون شايفني اهبل ولا بسيط ولا ساذج، ايا كانت شايفني ازاي، بس انا مش هاجي اتغير كده فجاه من يوم وليله. طب لما انت شايف كده جالي دلوقتي ليه؟ عشان تسامحني يا سيد. انا عارف ان انا مش الاخ اللي انت تمنيته، ولا الكتف اللي انت ممكن تمايل عليه وقت ما تعوز، بس والله العظيم بحبك يا سيد. ياض انت مش اخويا وبس، انت ابني. ابوك سلمك ليا وقال لي عايزه يطلع راجل، تيجي انت بالسهل تدوس على كل ده عشان خاطر بطه؟ طب ليه؟ عشان حبيتها يا سيد، حبيتها. جوازي من بطة ده الحاجة الوحيدة اللي حسستني بقيمتي، حسستني إن أنا مش محتاجكوا في حاجة، ولا محتاج آخد رأيكوا حتى يا أخي. آه هي غيري، بس جايز لو هي كانت في ظروف تانية كانت بقت حاجة تشرف. يا أحمد افهمني، بطة دي تصعب عليك، تعطف عليها، تساعدها، إنما تتجوزها لأ. سيد افهم يا ابني. اسمع، لو جاي فعلا خايف على زعلي وعايز ترضيني
البت دي لازم تطلقها. بس انا عمري ما اتدخلت في حياتك يا سامي. عشان عمرك ما اتدخلت في حياتي انا هدخلك فيها. عمرك سالت نفسك انا سبت ميسا ليه؟ بقى ميسا دي ربيتها على ايدي. بنت جدعه. من الحريم اللي في ظهر رجالتها بجد. حاجه كده شبه امك لو لسه فاكر. بنت ما بتنيش كلمه لراجلها في الغلط قبل الصح. بس مره واحده حرام دي وقالت لا. مات الكلام. اهي بطه دي بقى لا شمت ريحه امك ولا طالت ضفر ميسا. ليه هي لازم تطلع للفلاطير دي؟ مفيش تتحوري تاني. ما انت اتنرفزتني يا صلاح، انت ايه دخلك بشغلي اصلا؟ دخلي من حقيقي، من حق اتكلم معاكي في اللعوز وفي اي وقت وقصاد اي حد. طب والاي حد ده بقى لما يشوفك وانت قاعد بتفتي وبتقول اي كلام؟ يقول اللي يقوله، ام الناس على كلامهم، ثم افتي في ايه؟ ده انا قلت لهم فكره احلى من اللي قالوها يجي 100 مره، ده عيال خايبه، كلهم كانوا مبسوطين وانت شفت، صح ولا مش صح؟ هي القعده كانت زي الزفت اصلا. واديك شفت انا بتعامل معاهم ازاي وبتكلم معاهم ازاي. وبعلق على الهبل اللي بيقولوه من قبل ما انت تيجي تتكلم معايا. انا غيرهم يا آية، تهبشي في اللي انت عايزاه براحتك، بس صلاح لا، صلاح اللي بيحبك لا. ماشي خلاص يا صلاح، ما تعرضهاش، هو اليوم جايب اخره لوحده. ماشي. وعلى فكره بقى، لو مضايقاك قوي كده يا ريت بلاش تيجي وتقعد معايا تاني وانا بشتغل، هيبقى احسن بقى. باي باي. شرفتي يا ست البنات. جرايه يا بت؟ رايحه جايه على حل شعرك. ايه كل يوم ترجعي بعد نص الليل؟ مش مستعنيه اي حد في البيت ده؟ طب والله العظيم انا هعيش اخوكي عنك بالعافيه. يا دي النيله، هو هنفتح الموضوع ده تاني ليه بس؟ يا جماعه ده شغل، وبعدين صلاح بيجيبني وبيوديني، يعني عايزين ايه تاني؟ قصدك الدلدول اللي بتسحبيه علشان تسدي بقنا، مش كده؟ هو كده فعلا. يا بنت يا بنت، الواد متعلق بيكي ومتعلق بيكي جامد، مش شايف اللي احنا شايفينه، عشان كده عارفه تخليه يروح ويجي معاكي زي ما انت عايزه. بالك لو حس ولا دري ولا خد بالك هيخلي وقعتك سودا. وياخد باله من ايه؟ واللي انتوا شايفينه اصلا؟ شايفين انك عامله كوبري يا اختي، والجدع مستني لاجل ما تبقوا مع بعض، واحنا كلنا عارفين ان انتوا مش هتبقوا لبعض. وايه بقى اللي هيخليه مش هيحصل ان شاء الله؟ لانك انت مش عايزاه اساسا. يا بنت يا بنت، حلي من الموضوع ده قبل ما يتعلق بيك اكتر من كده، والواد يعني قلبه ينكسر. سلامة قلبه يا نصر. ايوه الدريان، وانت فالحله في الدريقه، وانت دريانه بحاجه. لما الواحد تبقى فرحته قدامه شايفها متعلق بيها وتروح منه بينكسر، الكسرة بتوجع. وانت بقى كده تبقي خايفة عليا ولا عليه؟ طبعا خايفة عليكي يا هبلة. جدع زي صلاح ده لما يحس ان هو انكسر بسببك انت هيكرهك وهيبخ سمه في وشك. انت فاهمة؟ ميرسي قوي يا نصر على الدرس ده، انا تعبانة بقى وعاوزة انام. ربنا يكفيكي شر نفسك. يعني ايه البضاعه دي مش بتاعتك؟ انا متاكده من اللي انا بقوله. وانا بقول لك مفيش بضاعه بتطلع من تحت ايدي غير لما بعرف اراضيها فين. يبقى البضاعه دي خرجت من غير معرفتك، وده اسوء. مفيش حد من رجالتي استجري يعملها معايا. لا حصل. ارض السادات، منشيه منعم، دي مناطق متعطشه، وده بالاتفاق مع الاجهزه ما ينزلهاش اي حاجه. جيت حضرتك بمنتهى البساطه فتحت الحنفيه ونزلت لهم كل حاجه، وبقى شكلنا صغير، خليت شكلنا بايخ. مين اللي شكله بايخ؟ ما قلت لك ما حصلش. حصل. وروح شوف مين بيلعب من وراك. بيلعب من ورا ظهري؟ ده انا كنت اسلخه حي. غلطه زي دي ما تتكررش تاني. تحل كل مشاكلك. ان شاء الله حتى تموت كل رجالتك. ما يهمنيش. واوعى بعد كده تشكك في اي معلومه انا بقولها. وانت ما ينفعش تتكلمي معايا كده تاني. انت عارف ان انا لو شلت ايدي من السوق هيفرض مش هعرفوا يلموه. انت فاهمه ولا لا؟
أنا آسفة، ما أقصدش ضايقك، لكن حقيقي النهاردة يوم وحش. ومن ساعتها والدنيا خربانة، هما يقولوا حاجة وبتوع الحي يقولوا حاجة، ومحدش عارف حاجة. في إيه يا نصر؟ انت يا اختي واكله سد الحنك، ما تاخديه وتدي معايا كده في الحوار، في ايه؟ وخرست بتاجر في الحرام من امتى؟ ده كلام تقوليه على اخوك يا نصر؟ يا بنت بلاش لوع على الحريم ده، ما تعمليش نفسك متاخده ومش عارفه حاجه. انت تعرفي عنه المر قبل الحيه، انت تعرفي عن سيد كل حاجه. مين اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قالي، الليلة ليلة اللي مقليش. عارفة ان ايده متعصب الحرام وبيأكلنا منه وساكتة؟ ما تلزقهاش فيها يا نصر. اه هو اللي اختار يمشي في السكة دي، وانا حاولت ارده ما عرفتش، وبرضه ما اقدرش ارسكي على الحوار. اخص عليكي اخص، فتحت لي بنتي ودي تكسري وسر كل اللي حواليا في عب، تداري اللي يهد بيت جد الله. لا بقى، ده ما يرضيش ربنا. انا حاولت ارده عن الطريق ده بس ما عرفتش، واخره المتمه قطع كل اللي بيني وبينه، سابني بعد كل السنين دي يا نصره. تستاهلي. انت شمتانه فيا يا نصره؟ طب يا اختي قولي كل اللي انت عايزه تقوليه، بس انت سبقتيني قبلها، خبيتي علينا موضوع عبد الحليم عشان كنت بتحبيه، وانا بحب سيد. يعني اللي انا وقعت فيه انت وقعت فيه قبلي، بس الأذانة حاجة واحدة بس، قلبنا على اللي بنحبه. أنا لما خبيت ما قاستش غير نفسي، لكن أنتي لما خبيتي أذيتي الكل. يا ناصر، 10 سنين كل يوم بيعدي عليا فيهم كأنه عمري، أنا ما نسيتش ولا هو نسي. كل سنة في ميعاد ميلادها يبعت لي صورتها عشان يفكرني، عشان يوجعني، فاكرني نسيت. طب أنا مش فاهم هو بيعمل كده ليه؟ هو زيه زيك، أنتوا الاتنين خسرتوها. لا أنا اللي قتلتها. قتلتي بنتك؟ قتلتي بنتك؟ 4/11/2005 أهم تاريخ في حياتي، اتفرجت عليها وهي بتموت قصادي، عملتلهاش أي حاجة، مخي كان مشلول من المخدرات، كنت حاسة إني في عالم تاني، ما ساعدتهاش حتى إني أوديها المستشفى، اتفرجت عليها وهي بتموت قصادي وسبتها. أنا مش عارف أقولك إيه. قولي إنك قتلتيها زي ما هو بيقولها لي كل سنة، ليه حق في كل اللي هو بيعمله معايا، ليه حق يعذبني ويفكرني، يفكرني إني كنت السبب في إني دمرت حياته، بس أنا دمرت حياتي أنا كمان قبله. بيهدي بيهدي يا موجة، وحشتني وحشتني قوي قوي.
مالك يا نصرة؟ في ايه؟ نصرة؟ ها؟ مالك؟ لا يا اختي مفيش حاجة. لا يا اختي مفيش حاجة ازاي؟ وانتي سرحانة كده في ايه؟ مفيش حاجة حبيبتي. طب هاتي البتاعة دي اكملها، انتي سرحانة اصلا ومش مركزة. خدي يا اختي. انا هقوم اريح ضهري، انا تعبانة. براحتك يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا احمد؟ برنامجنا اسمه شبابك يا مصر، يعني بنتكلم بكل حاجة تخص الشباب. والناس في السن ده لازم نهتم بأحلى. اسمعي أختك بتقول إيه؟ عادي. ما هو كله بيقول. ما فرقتش بقى. ألو؟ عاملة لي صحفية فضايح يا شاطرة. أستاذ معتز؟ تعرفي غيري زقوكي عليا وقالوا لك اعملي الشغل ووقعيه، مش كده برضو؟ استاذ معتز حضرتك فاهم الموضوع غلط، انا عايز اشرح لحضرتك بس. انت غلبانه قوي، مين اللي زقك عليا بس؟ انا ما اعرفش حاجه ومحدش قال لي اعمل اي حاجه، انا اسفه اسفه والله. ورحمه امي اللي ضيعك، هخليكي تندمي على اللحظه اللي نزلت تقابليني فيها. ايه المشكله يا سيد؟ انت مالك عامل حكايه ليه؟ احنا مش متفقين مع بعض هنبدل السوق بالبضاعه مش بتاعتك يا صلاح. انا اللي اقول امتى تدوس وامتى نفرمل، ده ينزل فين ويتمنع عن مين؟ مش قلنا الكلام ده ولا لا؟ يا صاحبي انا بالراحه، وانا تلميذ ولا ايه؟ وبعدين ما انا عارف السوق قاري ميته، غش بس انت اللي كنت. انا اللي ايه؟ انا اللي عملت فيها معلم وباخد مواعيد من ورا ظهر اللي مشغلني. مواعيد ايه؟ مواعيد ايه؟ فاجئت يا صلاح، انت مش عندك بكره ميعاد مع فرغالي النجار؟ اسمع صلاح، من هنا ورايح ما تخطيش خطوه في السودة غير لما ترجع تشرني فيها. على اساس ايه يا سيد؟ وانت كنت بترسيني على اي حاجه بتعملها؟ عشان اللي مدورها وفوق ما يعرفوش غيري، ومطرح ما السلك ترسي عشان مصلحه عمومه، مفهوم ولا لا؟ يبقى كده يا صاحبي؟ هي اصلا كده صلاح. لو بلغنا اي عك عنك تاني هشيل منك وافضي بالجامد. تعالى طيب عايزك. انا يا معلم. هو في ارحاب؟ نصر قافل على نفسها الباب وانت قاعده هنا لوحدك، هو في حاجه حصلت وانا بره؟ في ارحاب مالك؟ تعبانه يا احمد، تعبانه قوي وخايفه. معتز الكاشف كلمني وهددني، حاسه اني في كابوس اكبر بكتير من الذنب اللي عملته. انت مين قالك انك عملتي ذنب اصلا؟ ما ده اللي عمال اقوله لنفسي، بس شايفه عكسه في عيون الناس كلها لحد ما بقيت اكذب روحي واصدقها. بقيت حاسه اني عامله مصيبه. محدش بقى بيرحم حد يرحم، كله بيقف للتاني على غلطه، حتى اللي بيعملها غصب عنه بقى بيحسوه ان هو قاصد ومخطط لها كمان. بس انا غلطت يا احمد، عارف ازاي؟ لما فكرت ابقى واحدة تانية غيري، غير رحاب اللي عايشاها طول عمري، فكرت اني لو غيرت شكلي وتعاملت واتكلمت بطريقة فيها لوعة هوصل للي انا عايزاه. عارف؟ ده انا حتى فكرت اقلد ايه؟ اه؟ بقولها لك بصراحة، بس طلعت زي ما معتز قالها لي بالظبط، غلبانة قوي. كفاية بقى يا رحاب، ما ترحمي نفسك. لا مش كفاية، أنا غلطت ولازم أبقى فاهمة ده كويس قوي عشان أستوعب اللي هيحصل بعد كده. مش هيحصل لك حاجة بعد كده، إحنا جنبك أهو، ما تخافيش. يا أحمد دي مش خناقة في الحارة أبو خريست هينزل يلمها، أنا عارفة إنها مصيبة تقيلة
تخافيش ان شاء الله مش هيحصل حاجه. اسمعنا فودة، انا اخويا لا جاي استمر معاك ولا جاي ارازيك وترازيني. نصرة بنت جاد الله، تبعد عن سكتها احسن لك. يبقى انت وصل لك غرضي منها. شوف يا سلطان، اللي انت جاي تعرق بخطوتي عن سكتها دي دخلت دماغي وحششت خلاص. وبعدين لما مؤاخذه انا جاي في الدوري وعيني على الحلال. حلال يا ابو حلال انت. طب اذا كانت هي صدقت الكلمتين الحمضانين دول، ده فاكر ان دول يخشوا عليا؟ انت بتتجوز نصرة عشان تكسر بيها اخوها. قريتها ازاي دي بقى يا سيد المعلمين؟ كرامة للنبي تنورني. كرامة للنبي اللي انورك. ما هي نصرة اصلها مش هتقبل بواحد زيك. ذمته لا مؤاخذة ملطوطة ومضروب فيها عدم المؤاخذة 100 مفك. قوم انت تعمل ايه بقى؟ تقلبها على اخوها وتفهمها انه شغال في الحرام عشان لما تدور بعيد عنه تستلقفها انت. مش كده؟ انا كده قريت الليله. نصرة ما راحت لكش علشان تاخد رايك وشور عليا يا معلم. نصرة بخت فيك ولبستك ليله بوخارست. مش بعيد كمان تكون علمت عليك عشان كنت عارف ومخبي. نصرة بنت جاد الله بنتي ورحمه الغاليين، ما حتمس منها شعره لا بالحلال ولا بغيره. يا راجل اختشي، اعمل كرامه لابوها عيب. طب بس تركبش ظهر الجدعانه قوي كده. بنتك وكرامه لابوها مش حال ما انت اللي مبلغ عنه وسلك ايدك. سلك نفسك انت بره الليله دي، انت اللي ضيعت ابوهم زمان. اعتبرني يا اخي بصلح اللي انت بوظته. صدقني يا سلطان، أنا بمد إيدي لنصرة عشان أعوضها عن حنان الأب. صح. أنت صح يا فودة. أنا فعلاً عملت كده في صاحبي. وعقلها أنت بقى بمخك. اللي يعمل كده في صاحبه ممكن يعمل إيه في عدوه؟ فكر. بالإذن. يا استاذ عادل انت لازم تتصرف، ده كلمني وهددني. انا ما كنتش عارفه ان كل ده هيحصل وان كل ده هيجي على دماغي انا. هو ايه اللي جرى يعني يا رحاب؟ ايه اللي جرى؟ ما ده رد فعل طبيعي ومتوقع يا ماما. الله، واحد اتضحك عليه ولقى نفسه مفضوح قدام البلد كلها لازم يتصرف بالشكل ده. ايوه بس حضرتك ما فهمتنيش كده. هو ايه اللي ما فهمتكيش كده؟ هو انا بتعامل مع طفله ولا مع صحفيه ولا مع ايه بالظبط؟ ما فهمتكيش ايه؟ انت جاي تهزري؟ يا استاذ عادل خليك مكاني، معتز الكاشف ده مش واحد عادي يعني، عنده علاقاته واتصالاته واتصالات تقيله كمان وعلاقات كبيره جدا، تخيل بقى لما يكلمني انا يهددني يبقى هيعمل فيا ايه؟ وانت ما كنتيش تعرفي الكلام ده من الاول؟ يعني ايه؟ هروح في الرجلين؟ بتورطني وتبيعني بعد كده؟ الموضوع مش كده يا رحاب. امال ازاي؟ انت لازم تتصرف وبسرعه. كلمه، اعتذر له، قول له اي حاجه، المهم ابعده عني. انت عبيطه يا بت، مين ده اللي اعتذر لمين؟ انا كان اختياري ليكي غلط من الاول. انت لا نافعه لا في صحافه ولا في زفت بلا قرف. منوره يا نصر، شفت الامل اللي اخوكي بقى فيها؟ شفت، يا ريتني ما شفت. ليه بس يا ابو النصر؟ وانت برضه هتكرهي الخير لاخوكي؟ على نن عيني يا فوتو وانديهولك، بس مش لما يبقى خير مش من حرام. ما ترد، ما تردش. الهلومه اللي انت فيها دي كلها من مخدرات يا سيد. هاي نص من المخدرات. ليه يا سيد؟ ده انت الوحيد دونا على الخناقه دي كلها اللي عارف تخرب. ده انا وانت شفنا ابويا وحسره قلبه ونهيته واللي ربنا عمله فيه محدش غيرنا. يا نصر ملوش عايز الكلام ده دلوقتي، انا عايزك تسمعيني.
ولو سمعتيني هتصدقيني. أصدقك؟ روح شوف حد يصدق كلامي. لو الدنيا هي اللي حطتك في الطريق ده وقدرت عليك، الدنيا ما قدرتش عليا إلا النهارده لما لقيتك عايش في الحرام ومحننه لنفسك. طب انت عايزاني اقول لك ايه؟ ما تقولش. خلاص. انا يا اخويا لا جاي اعاتبك ولا ردك. لو هي دي سكتك انت حر. طالما بعيد عني وعن اخواتي وعن ابني. لا لينا دعوه بقرشك ولا الاذى اللي هيجي من وراك. يبقى خلاص. يا نصر. ربنا يهديك ويرجعك لينا سالم غالي. سلام يا ابن ابويا.